يا ترى النهارده اليوم هيمشي ازاي؟ هننام مبسوطين ولا هننام زعلانين؟ السكور هيبقى كام؟ لا ان شاء الله. التوقعات ايه؟ الكروت اللي المفروض يركز عليها كابتن سامي قمصان النهارده كابتن ماهر ايه هي؟ احنا اولا طبعا عايزين نتكلم على سامي، لان سامي ابن النادي الاهلي المخلصين طبعا. استفاد الفتره اللي فاتت من مستر موسيماني بشكل كبير جدا، وده ميزه ولاد النادي، انك انت يعني بتحاول تسخر كل امكانياتك اللي تفيد الراجل ده عشان المنظومه تنجح، ودي سمه من ضمن السمات اللي احنا تربينا عليها في النادي الاهلي. مجلس اداره بيجيب الجهاز ده، والجهاز ده بيبقى معاون الراجل ده في كل حاجه، الحاجات الاداريه، معاه كمان سيد عبد الحفيظ من المديرين الكوره اللي نضجوا بشكل كبير جدا. فبصراحه المنظومه كلها اشتغلت مع مستر موسيماني الفتره اللي فاتت بما يرضي الله. جه رحيل مستر موسيماني وده وارد، يعني الفترات الاخيره ما كانش فيه تركيز بالنسبه له، فطبعا كان قرار مجلس اداره ولجنه التخطيط كان قرار حكيم انه خلاص موسيماني قال لك انا بقى جالي الضغط وجالي السكر ومش قادر من ضغوطات، جاله يعني الضغط والسكر والله. عشان إيه انا كل ما بلعب لازم اكسب ولازم اخد بطوله، طب ما انت عايش معانا بقالك سنه وست اشهر وهو ده النادي الاهلي، وانت خلاص المفروض اقلمت وتعودت على كده، لكن واضح ممكن يبقى سكر تراكمي هو غالبا سكر تراكمي ما قدرش. لكن سامي الحمد لله يعني تولى المهمه. طبعا سامي اول حاجه، سامي ده دور المدير الفني المصري بقى ابن النادي، اول حاجه بيعملها ان هو نفسيا بيحاول يهيئ اللعيبه، وده حصل بصراحه الارض الواقع حصل فعلا. نفسيا ده الدور الامثل والاهم بالنسبه له، لان فنيا وبدنين وتكتيكين اللعيبه متواجده وبتنفذ اللي بيطلب منها بشكل كبير. رجوعا بقى للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، هل برضه هتنطبق على حاله كابتن سامي قمصان؟ يعني سيظل كابتن سامي قمصان مدير فني او مدرب بشكل مؤقت لحين جلب مدير اجنبي، استكمالا للنقطه بتاعت يعني المدربين الاجانب؟ بالظبط هيستمر، ده اللي الوضع هيكون عليه. ده تكليف من مجلس اداره لسامي. لا انا فاهم، بس انا عايز اقول لك ما هو ما فيش اي فرصه مفاجات باستمرار كابتن مثلا سامي قمصان. بص كريم، ولا العرف بيقول ان ده مش وارد؟ لسه هقول لك بقى، هو العرف بيقول ان المدرب ابن النادي بيوضب البيت وبيجهز كل حاجه لحين عوده راجل خواجه، يلعب المباراه اللي موجوده اللي جايه واخد بالك، ويبدا طبعا هو مدير فني واعد يبدا يشتغل عليها، مطالب منه برضك انه يكسب ويؤدي الاداء اللي احنا كلنا بنرجوه. وسامي ماشي بالخطوات ديت، وبيحاول ان هو يثبت التشكيل طريقه اللعب، وبيحاول يشرك كمان بعض من الناشئين، ودي حاجه كويسه هتحسب لسامي بعد كده. طبعا اشراكه للكوكا من بدايه المباراه، ادى قبل كده في مباراتين الكاس لمصطفى شوبير وادى كوكا، وبعدين زياد فاجئنا الفتره اللي فاتت، فدي من ضمن الحاجات اللي هتحسب ان شاء الله باذن الله لسامي. سامي وسيد هيبقوا عندهم يا عيني مجهود كبير جدا جدا الفتره الجايه، عشان الراجل اللي جاي بسرعه يا كريم يخش المنظومه بسرعه، يدخل في الفرق، فبدا يوضبوا له الحاجات الاداريه بسرعه، الماتشات اللي النادي الاهلي فيها وحش، ماتشات النادي الاهلي فيها متوسط، الماتشات الاهلي فيها نص متوسط او فوق المتوسط وبعدين جيد وبعدين مباراه ممتازه، الراجل بقى يبدا يتعايش مع الحاجات دي كلها، وبعدين يبدا يقول ستوب، يدي ادوار للمجموعه دي في الشغل، وهو بقى يقود المنظومه خلال الفترة اللي جاية. لكن النهاردة سامي عنده مباراة من المباريات من العيار الثقيل، يعني واضح قوي ان بيراميدز عنده نخبة من اللعيبة المميزة، هو داخل يعني بيبقى اي مباراة مع الاهلي طبعا مستقبل ومركز يعني ومركز، وهم برضك عايزين يخشوا في المعمعة، يعني لو مباراة كاس كمان ما فيهاش بقى يعني طبعًا. يعني طبعًا. لازم حد واحنا مش عارفين حتى الكاس ده كريم القديم وده جديد ولا الكاس احنا لسه عاملين ورق، لا ده احنا لسه عاملين ورق مش عارف.